السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. سبق قبل كده في البث المباشر اتكلمت باختصار شديد عن هرمون الذكورة، اتكلمت باختصار عن هرمون الذكورة اللي هو هرمون التستوستيرون، واتكلمت ازاي يمكنك أن تزيد مستوى التستوستيرون عندك باتباع الوسائل الطبيعية بدون أخذ أي علاج. ووعدت أن أنا أتكلم عن هذا الموضوع مرة أخرى بالتفصيل في فيديو، وها هنا أنا الآن أقوم بعمل هذا الفيديو للتحدث عن هرمون التستوستيرون وكيفية زيادة نسبته عندك في الدم بالطرق الطبيعية. فنتوكل على الله. عشان نلم الموضوع لازم من مقدمة صغيرة عن هرمون التستوستيرون. ايه هو هرمون التستوستيرون؟ وما وظائف هرمون التستوستيرون؟ وما نسبة هرمون التستوستيرون الطبيعية عند الرجل؟ وماذا يحدث للرجل عندما ينخفض عنده هرمون التستوستيرون؟ ومتى ينخفض هرمون التستوستيرون؟ ده هيدخل تحت بند النسبة الطبيعية لهرمون التستوستيرون. وبعدين في الآخر يكون الكلام عن كيف تزيد مستوى هرمون التستوستيرون عندك في الدم بالطرق الطبيعية بدون أخذ أي دواء. بداية نعمل ملخص سريع للنقطة الأساسية للموضوع، وهي كيف تزيد هرمون التستوستيرون بالطرق الطبيعية بدون أخذ علاج، ونخش في تفاصيل الفيديو بعد ذلك ونرجع لهذه النقطة بالتفصيل. هو خطين أساسيين من الطرق الطبيعية بهدف زيادة نسبة التستوستيرون في الدم. الخط الأولاني اسمه الالتزام بأسلوب الحياة الصحي مع التركيز على التكات التي يعرف أنها تزيد من نسبة هرمون التستوستيرون. دي أول شيء. الخط الثاني هو البعد عن ما يفسد وينقص مستوى هرمون التستوستيرون في الدم وما يزيد أعداء التستوستيرون، وهو العدو المشهور هرمون آخر اسمه الكورتيزول. يعني ايه؟ يعني نبعد عن الامور وهي الستريس، الضغط النفسي والعصبي، الضغط النفسي والعصبي والجسماني، لان هذا الضغط يسبب نقص في هرمون التستوستيرون وزيادة في الكورتيزول اللي هو بيعمل تقريبا عكس عمل هرمون التستوستيرون. ده كيف تزيد مستوى هرمون التستوستيرون بالطرق الطبيعية. في آخر الفيديو نتكلم عن هذه الأمور بالتفصيل. دلوقتي نقول ما هو هرمون التستوستيرون. هرمون التستوستيرون هو ميل سكس هرمون، يعني هرمون مطلوب للذكور وهو المسؤول عن ظهور ونمو الصفات الذكورية الثانوية، يعني زيادة شعر اللحية، شعر الصدر والجسم، ضخامة الجسم وضخامة العظام، خشونة الصوت، كل هذه اسمها صفات ذكورية ثانوية secondary male character. المسؤول عنها بالدرجة الرئيسية هو هرمون التستوستيرون، والهرمون ده هو عبارة عن مجموعة من الهرمونات اسمها ستيرويدز، الجسم بيكونها، وعشان يكونها الجسم لابد انه يكون عنده المغذيات الأساسية اللي هي البروتينات والدهون غير المشبعة والمعادن والفيتامينات عشان يتكون هذا التستوستيرون.
طب ايه هي النسبة الطبيعية لهرمون التستوستيرون عند الرجل؟ بتتفاوت حسب عمر الرجل، بتتفاوت عن بالنسبة للراجل حسب السن. طبعا قبل البلوغ بتبقى منخفضة، واثناء البلوغ بتبتدي تزيد الى انها تصل تقريبا الى اقصاها عند عمر العشرين. من العشرين الى الثلاثين ده اقصى مستوى لهرمون التستوستيرون عند الرجل. بعد الثلاثين يبتدئ هرمون التستوستيرون عند الرجل بالانخفاض تدريجيا، وتثبت او تقول الدراسات والابحاث ان تقريبا بينخفض بنسبة 1% كل سنة. يعني الطبيعي على ما توصل لسن 80 يكون التستوستيرون بتاعك منخفض الى حوالي 50% او اكتر من 50% من مستوى. فالنسبة الطبيعية بالنسبة للرجل الطبيعي البالغ من 300 الى 1100 نانو جرام، من 300 الى 1100 نانو جرام، يبقى من 300 الى 1100 نانو جرام دي النسبة الطبيعية. الراجل في احسن حالاته بالنسبة لهرمون التستوستيرون ما بين العشرين والثلاثين، وبعد كده ينخفض تدريجيا وينخفض بشكل ملحوظ بعد سن الستين، وينخفض وينخفض الى ان يصل الى اقل مستوى ليه عند سن السبعين والثمانين سنة. ايه اللي بيحصل، او قبل ما نقول لك ايه اللي بيحصل للرجل عندما ينخفض لديه هرمون التستوستيرون، نتكلم عن ايه هي وظائف هرمون التستوستيرون، او هرمون التستوستيرون ده مهم ليه. كتير من الناس فاكرة انه مهم فقط للنشاط الجنسي، لا، ده ديت احد وظائف هرمون التستوستيرون، ده هو ليه وظائف اخرى يمكن اهم، بتبتدي من اول الدماغ ومنطقة القلب والعضلات والعظام والدهنيات وتركيزها في الجسم، والقدرة بيسموها القدرة الاثليتيك بتاعت الانسان، athletic capability of the man. نيجي على الدماغ، التركيز، المود، المزاج، التذكر، الميموري، كل هذه الأمور التستوستيرون مسؤول عن انضباطها. طيب لو ينخفض المزاج يبقى دايما متعكر، الواحد دايما يبقى قلقان، قلق، مش مرتاح، الذاكرة بتاعته مشوشة، مش بيتذكر بسهولة، التعلم عنده، القدرة على الاستيعاب والتعلم بتقل. القلب وظائف التستوستيرون انها بتساعد القلب على الحفاظ على صحة القلب وسلامته. التستوستيرون مسؤول عن تطور وكبر حجم العضلات وتقويتها، يبقى اذا لما ينخفض العضلات بتبقى رخوة وواهنة والانسان بيشعر بالضعف. ننزل عند منطقة البطن، التستوستيرون عدو الدهون، يمنع تراكم الدهون في مناطق الجسم المختلفة وخاصة منطقة البلي الكرش. إذا انخفض التستوستيرون أو زاد عدوه اللي هو الكورتيزول، حبيب الكورتيزول ده حبيب الدهون، يجمع الدهون كده ويخليها تتراكم في منطقة الكرش. نيجي بقى للوظيفة اللي احنا كلنا عارفين، اللي هي القدرة على الانتصاب عند الرجل وزيادة الشهوة الجنسية. في حالة الانخفاض الإنسان بيبقى عنده ضعف في الانتصاب، والرغبة الجنسية عنده بتبقى قليلة أو قد تنعدم تماما. يبقى كده إيه؟ عرفنا وظائف التستوستيرون، وعرفنا إذا انخفض التستوستيرون إيه اللي ممكن يحصل من أعراض عند الرجل. فتلاقي شكل الواحد اللي عنده التستوستيرون منخفض تلاقيه مليان كده وبكرش، ودراعته وعضلاته مترهلة، ومزاجه مرتبك مش معتدل، وبيشكي ان ما عندوش الرغبة الجنسية وضعيف جنسيا وما عندوش ممكن القدرة على الانتصاب. طيب نيجي بقى لاخر نقطة في الموضوع، وهي اللي انتوا مستنينها، اللي هي ايه؟ كيف تزيد او كيف نزيد من هرمون التستوستيرون بالطرق
الطبيعية. قلنا في بداية هذه الحلقة أنك ممكن أن تزيد هرمون التستوستيرون بالطرق الطبيعية، وطبعا ممكن تزيده بالطرق الدوائية بأنك أنت تأخذ تستوستيرون ريبليسمنت ثيرابي. لا أنصح مطلقا بأن أي واحد يأخذ التستوستيرون ريبليسمنت ثيرابي قبل أن يبتدي بالطرق الطبيعية. وفي جميع الأحوال لا يجب أنك تأخذ تستوستيرون حبوب أو حقن أو باتشز تحت اللسان تحت الجلد أو أي نوع من التستوستيرون الدوائي إلا لما يكون التستوستيرون عندك منخفض تحت مستوى 300 نانو جرام. لكن لو فوق مستوى 300 نانو جرام يبقى عليك فقط بالطرق الطبيعية. إيه هي الطرق الطبيعية؟ في رسمة بتوضح لكم الطرق الطبيعية. أنا عامل هذه الرسمة وموضحها على قسمين، عبارة عن أسلوب الحياة الصحي. أسلوب الحياة الصحي الذي يتكون بالنسبة لأي شخص من الغذاء الصحي والنوم الصحي والممارسة الرياضة بصورة منتظمة. لكن لو عايز من أسلوب الحياة الصحي هدفك أنك تزيد هرمون التستوستيرون، يبقى في شوية تكات. التكة إيه هي؟ أنك تهتم بدرجة أولى بالممارسة الرياضية، الممارسة الرياضية، وتهتم بأنواع معينة من الرياضة اسمها إيه؟ بنسميها Intense Strength Exercises، يعني التمارين الرياضية الشديدة المنتظمة. يبقى دول إيه؟ الرياضة. طب إيه هي هذه التمارين؟ أحسن تمارين تزيد من نسبة التستوستيرون عندك هي التمارين اللي بتستخدم فيها عضلات الجسم الكبرى، يعني تمارين الجزء السفلي اللي هو مثلا زي السكوات وانت شايل حمل. طبعا شايل الحمل يكون هذا الحمل الحد الأقصى بتاعك، الحد الأقصى من الثقل من الأوزان. طب ايه هو الحد الأقصى يا دكتور هلال؟ ما انا ما اعرفش الحد الأقصى يا أستاذي الفاضل. هو الحمل الذي تستطيع انك تشيله وتعمل تكرار الحركة 8 مرات او اكتر، يبقى ده الحمل المناسب ليك. لو لقيت حمل بتشيله، يعني انا مثلا مسكت حاجة تقولها 5 كيلو جرام وعملت سكوات، السكوات اللي هو النزول وضع الوقوف ومنه الى وضع القرفصاء واكرر الحركة، لو لقيتني بشيل 5 كيلو جرام وبعمل هذه الحركة 8 مرات 12 15 20 مرة، لا يبقى انا كده 5 كيلو جرام دول مش تمام، يعني مش الوزن المناسب. اجرب ال 20 كيلو جرام الاقي نفسي بالعافية ما بقدرش اوصل ل 8 مرات من حركة من تكرار السكوات، لا يبقى ده زيادة عن اللزوم. طب ايه المناسب؟ اجرب العشرة، لقيت العشرة بعملها واعيد الحركة 8 9 12 مرة، من 8 ل 12 مرة يبقى هو ده الوزن المناسب بتاعي. يبقى من اهم التمارين لزيادة نسبة التستوستيرون تمرين السكوات، تمرين السكوات. يبقى اذا التمارين الرياضية الريجولر الانتنس والتي تنتظم على عملها بصورة دورية، ربما يوم بعد يوم ربما يومين ويوم راحة، المهم تستمر في عمل هذه التمارين لمدة حدود 3 أشهر، هتلاقي في نتيجة إيجابية ما فيش شك. الغذاء الصحي بصفة عامة كويس، اللي هو غذاء يكون فيه بروتين، بروتين نباتي وبروتين حيواني، ويكون شامل على الفيتامينات والمعادن يعني خضروات وفاكهة، ويكون فيه دهنيات غير مشبعة بصورة أساسية. إيه هي بقى لو أنا عايز مركز على التستوستيرون؟ يبقى يا سيدي صفار البيض، اللي هو بنسميه السيفود، يعني الأسماك والأعشاب البحرية وما إلى ذلك. والمهم جدا منها او اللي مشهور منها الشريم، الجمبري واللوبستر ولا الاوسترز ولا مش عارف اسمها ايه، نسيت اسمها بالانجليزي. الاسماك والاكلات البحريه بصفه عامه.
جميع اللحوم اللي مترب العضوية، يعني مش متربية على أعلاف وهرمونات وما إلى ذلك، لا متربية على الأعشاب الطبيعية، رباني كده في الحقل. وفواكه من ضمنها مشهور الأفوكاتو، من الفواكه المشهورة اللي بتزيد نسبة التستوستيرون. انت طبعا الكلام ده ممكن تنساه، تروح جاي على جوجل كاتب الأطعمة التي تزيد من نسبة هرمون التستوستيرون، هتلاقي طلع لك 7-8 حاجات أو 10 حاجات، بتشوف ايه المتاح عندك حواليك منها، ممكن أكلات ما تكونش انت عارفها، فتشوف اللي انت عارفه وتستخدمه. نيجي تالت حاجة وهي النوم الصحي. النوم الصحي يعني انك تنام في ظروف جيدة للنوم، غرفة الإضاءة بتاعتها مناسبة أو مظلمة وهادية، ما يكونش جنبك التليفون، تركن التليفون بره الغرفة أو تعمله على السايلنت وتنام. أفضل فترة للنوم هي من فترة 10 مساء، وإذا تأخرت تبقى 11 مساء إلا لو مضطر لظروف عمل أو غيره، وإلى الساعة 6 صباحا أو 7 صباحا، يعني 8 ساعات نوم إلى 9 ساعات نوم. لا تفرط في فترة النوم، يعني 10-11 ساعة غلط، ولا تقلل من عدد ساعات النوم، يعني 4 ساعات 5 ساعات، كل ده غلط. لو أنت عندك مشكلة في النوم بتحاول تتدرب بعد التدريب والالتزام بميعاد معين تخش في غرفة النوم، في خلال أسبوع أو أسبوعين تبتدي الدورة الساعة الفسيولوجية عندك إنها إيه؟ تنتظم. في مواد طبيعية اسمها ميلاتونين، مكملات غذائية مكونة من الميلاتونين، بتساعد على تنظيم الساعة البيولوجية. تاخدها قبل ميعاد النوم بتاعك بنص ساعة أو بساعة، وتخش غرفة النوم تلتزم على الموضوع ده كذا يوم، تلاقي الموضوع النوم عندك انتظم وابتديت تنام بعمق. لأن النوم العميق أثناءه في أحد مراحله بيتم إفراز هرمونات، منها هرمون التستوستيرون ومنها الجروس هرمون. التستوستيرون بيقوم بالوظائف اللي احنا عارفينها، والجروس هرمون يبتدي يساعد في تكوين العضلات والجسم والنشاط وغسيل الدماغ من السميات التي تراكمت في البرين أثناء النهار من الانشغالات والتوتر وكل ما تقوم به لأداء وظيفتك ونشاطاتك اليومية بصفة عامة. الخط الثاني ده كده أسلوب الحياة الصحي. الخط الثاني الامتناع والبعد عن الكحوليات. الكحوليات ممنوع، ممنوع الكحوليات بتاتا، لا قليل ولا كتير. التدخين ممنوع، التدخين بتاتا. العادات السيئة تبتعد عن العادات السيئة، اللي هي الجلسات اللي ملهاش معنى واللي بتاخدك بدون هدف تخليك صاحي لوش الفجر، ما تفعل شيء مهم وإنما فقط بتبوظ لك نظام حياتك. البعد عن الاسترس بقدر الإمكان. ما انت مش يعني الاسترس العمل ممكن ما تقدرش تبعد عنه، وإنما تقدر تغير من طريقة تلقيك أو تفاعلك مع هذا الضغط العصبي، التعامل مع الظروف اللي فيها ضغط نفسي أنت تقدر تحوره. نقول مثال ضغط الشغل الشديد جدا جدا، أبدا أثناء الشغل مهما كان كل ساعة تقطع في شغل وتطلع تتحرك كده في الممرات، في جنينة في مكان الشغل، تسمع مزيكا، تعمل أي حاجة، تقرأ آيتين قرآن، تصلي لك ركعتين، بتخرج من الضغط وترجع وانت مفرفش وعندك طاقة جديدة تبتدي الساعة التالية من الشغل. في الأمور الاجتماعية عندك ضغط شديد من ناس غلسة معاك، أصحابك أو قرايبك أو مراتك أو عيالك عاملين لك مشاكل شديدة جدا،
الشطارة ان انت تتفاعل مع هذه المشكلة ازاي، ابعد عن مكان المشكلة تماما وانشغل عنها باي شيء، وبعدين تبقى تواجه المشكلة لما اعصابك تهدأ، اكيد هتكون اقدر على مواجهة المشكلة وحلها بشكل اصح وافضل. دي امثلة ازاي تقدر تتعامل مع الضغط العصبي والنفسي والجسماني. طبعا الضغط الجسماني قاعد انت على كرسي في الشغل ومقتب، لا، الضغط الجسدي ده ممكن برضو تقوم تعمل شوية أوروبيك دقيقتين ثلاثة، اي تمارين تتمشى، هتلاقي جسمك انتعش مرة اخرى واستعادة كفاءته. يبقى كده في هذا الفيديو انا جمعت لكم ايه هو التستوستيرون وما هي النسبة الطبيعية لهرمون التستوستيرون ووظائف هرمون التستوستيرون في الجسم بالنسبة للرجل وعندما ينقص ماذا يحدث للرجل، وقلت لكم الطرق الطبيعية التي يمكنك بها زيادة نسبة التستوستيرون في الدم. وإن شاء الله أشوفكم وأنتم جميعا بكل خير، وما تنسوش أن أنا عندي بث المباشر أيام الاثنين والجمعة الساعة 9 صباحا الاثنين والجمعة بتوقيت مصر، 10 صباحا بتوقيت السعودية. واللي يحب يسأل أي سؤال يحط السؤال تحت الفيديو أو يروح للموقع بتاعي arafili.com يقرأ. عايز تسأل عن التستوستيرون اقرأ مقالات التستوستيرون الأول، خد لك ربع ساعة نص ساعة اقراها وبعد كده تبقى تسأل. ونشوفكم إن شاء الله وأنتم جميعا بكل خير في فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.